كانت الاستقاله على كل حال في لا سيتياسيون تاع الكلوب اللي كنا نعانيو منها، من بينها الاعانات اللي ما كانت حتى اعانه تمد للفريق هذايا. قلت باللي شبيبه القبائل في خاطر، وانا ولا جيت لشبيبه القبائل جيت نخدم الفريق هذا، ما جيتش نكسر الفريق هذايا. دونك قلت بالك جيتي شغل انا اللي كنت مفيزي بوتاتر، بالك جيتي كونداني بار بوتاتر مون اك دو نيسونس لالجي. عدت شغل كانت المسانده من مجلس الاداره اللي رفض هذه الاستقاله. كان مام استدعيت من والي ولايه تيزي وزو اللي شغل رفض الاستقاله هذه. الانصار المحبين للفريق اللي ساندوني عبر المكالمات الهاتفيه وعبر، وكاين اللي جاو ليا المنزل، كاين اللي الاخر، باش شغل ما نخليش الفريق هذا. دونك تراجعت عن هذا القرار هذايا الى نهايه الموسم هذا، وفي نهايه الموسم ان شاء الله اون فافير لو بيلون تاعنا.